بسم الله الرحمن الرحيم. تشكاور المغرب البدا تسديد كان التغطيه الحمد لله. المقابله مش تغا تغا تقصح شويه الخصم تغا يبت شويه انت ديال الملعب، ولكن الحمد لله سي المجهود يلعب عند المجهود الطاقم في المكتب سي ربي العالمين يوفق يوفقنا نويترها بونتوز مهمه وسيمانيا ان شاء الله نتفكر انا غفوريك هذا ويترها النقط المغني ان شاء الله وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر موقع اورو المغرب مقابل نهار تستعدت ما فيه كفايات سيمانا شي بريباراس و باتي ذا مستوى جا نهار سلوان وفاق الزنغان ديربي محلي كانوا باتي مستوى احرام لكل مجهود مارا بدون استثناء حقق النقاط ان شاء الله غنكشفوا الدفعه غزال ونتمنى ان شاء الله سيما يدكوان كريج مجهود اكثر سيمانه هي عندنا ثلاث نقاط ان شاء الله ما شاء الله حيصبوا الترتيب ونتشكى ما يحرم اللي قتل هذه المقابله هي ونتشكى المكتب الموسي اللي تقي المجهود ونتشكى الجمهور لا توريس اللي باغي يتعاون من اما لا غبار ولا لا غداخل وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم. الحمد لله الفوز جاء بعد هذا المسجون حتى في الجمهور جمهورنا كيبغي يضحنا من المكتبه من الجمهور بيلعب ما راه تضحى ايوا الحمد لله شتو في قلب العالمين يوفقنا نتمنى المزيد ان شاء الله نعرفوا باش نسير المسار غير ايجابي ونشكرك نورك انه اخترتي هذيك الاخت كام هو هذا وري على شنو غا ساعه اخويا محمد هذاك اللي واحد تلعب وراك ان شاء الله. السلام عليكم سي محمد محمد سيدي مبروك في السيره الهضره. الحمد لله سي ربي يوفقنا لان 30 سيمانه تغلي الركود اسم المنتخب الوطني المغربي نخدم الخدمه ديال 30 سيمانه نسجل في المقابله الحمد لله سي ربي وفقنا تغوي العام تغوي ديالي سيدي فوربو كنيش المجهود ضام قران كشي التعليمات الناس من كشا لان تغوي الماتش دايس انا نركز ما هو ذهني نركز خاص خمالين سي ربي اني غزون تقجي قشا الحمد لله سي ربي وفقنا سمجهود حراما نتشكى الجمهور يحضن ضام مره لا الاعلاميين لا اني تغوي تسالف الوفاق نتشكى الجاليه دي بارا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الدعم كيبويا الوفاق لان الى مس الحاجه الى الدعم باش هذا اظن من غوزوني نتشكى المكتب الموسي لان قيمت الظروف واخا نقص التجربه ولكن وفان جميع الشروط يلعبان من الناحيه الماديه من ناحيه اي حاجه الحمد لله يجي العلامه تصفق خاصة نتمنى زي غيورين خمس مزغرغان اسمك شنفوسينا اثنعاون ماديا لان باش هذا اظن غامين وزوني هنا مين خصنيني الجمهور لا هنيت مزغمي خصنيني ما دعمت ان شاء الله حما نحقق من وزوني هنا نشكر يا اخي سي محمد حبيب ميلود حبيب ميلود سي محمد بزاف شكرا بارك الله فيك نهار فرحه عارمه دي الملعب سي محمد مزيان دي تنديت مزغنغان يثر الفوز ام قراني حق الفريق الوفاق ديال مزغنغان خنا هضر شباب سلوان انت حقيقه توغت المباراه العمر يمكن نسيتي ما انه باش تسجل الوفاق غادي نفرد الصداره ذي القسم ذي تيرا ونسيتي ما يحرم مره كل تشجيع كل تحفيز كل دعم كل مسانده وهذا ونسيتي ما انه يعني الاعيان تندي انت المنتخبين تندي انت المؤسسات الاقتصاديه ذي البنكيه ذي كذا يعني ذي وذاني تستفاد نسيت نديت مزغ انه يعني توجهن يعني غير الفريق وانت باش تقدم كل الدعم كل المسانده مشني غاتجينا كل التحفيز وكل تشجيع ونشي نبدا دغيما راه الاشاره تديت مزنغان وراه الاشاره الفريق الوفاق الرياضي مزنغان باش انه هذه استطاع الكتيبه ثاني تاس المكتبه المسير الشاب جا تمني غاس كل النجاح كل التوفيق باش انه نستعد نغ نار الامجاد للكره الازغنغانيه في القريب العاجل. شكرا ثومات سي محمد.